ورجعنا لكم بعد الفاصل، وعايزة اختم كده الحلقة كده بحاجة حلوة، نظرا طبعا برضو لطلباتكم واللي انتوا بتطلبوه انا بجيبه لكم. شخص الناس قالوا لي عليه صوته حلو جدا وكانوا مبسوطين جدا بيه، وقالوا لي هاتيه تاني يا مروة، وجالنا طبعا. ازيك يا اسلام؟ السلام ورحمة الله. يلا بقى تمام. اغني، انا برضو جايبك عشان تغني، ومرة فاتت قلت لك كده. يلا ابتدي، يلا بينا. عيون القلب سهرانا ما بتنامش، لنا صاحيا ولا نايما، ما بقدرش يبات الليل يبات سهران على رمشي، وانا رمشي مدى النوم وهو عيونه تشبع نوم. روح روح من عين حبيبي، روح يا نوم، انت تروح وتمشي وانا اسهر ما نمشي، ياللي ما بتسهرش ليلة حبيبي. سهرني حبيبي حبك يا حبيبي، هكتب على الليالي اسمك يا حبيب، أشوف جمال القمر يخطر على بالي ويطول علي السهر، والصوت بيحلالي أشوف جمال القمر يخطر على بالي ويطول علي الصغر، والصوت بيحلالي يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. أفلك أنا مش هينفع. برافو عليك. بص والله بجد الجمهور فعلا طلبك، وكانوا كلهم عمالين بيقولوا لي صوته تحفة. هو أنت على طول بتمشي كده في البيت تغني تغني يعني بتشتغل على نفسك صح؟ مش كتير قوي، بس يعني دايما في أصل الثقافة كان مثلا بنتدرب مثلا أغاني بس كده. هو في الطبيعي بقى أنت بتفضل في كل الطبيعي وأنا ماشي، ممكن في الشارع في أي مكان، في شغلي بجد؟ أي حاجة أساس. طب يلا عشان نختم بأغنية. يلا تمام، نختم مثلا بالخليجي مثلا. ايوه انا بحب الخليجي. بس يلا بتاع المره اللي فاتت. ماشي يلا بينا. الاماكن كلها مشتاقه لك، والعيون اللي نرسم فيها خيالك، والحنين اللي سراب روحي وجالك، ما هو بس أنا حبيب، الأماكن كلها مشتاقة لك، كل شي حولي يذكرني بشي، حتى صوتي وضحكتي لك فيها شيء. لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب، شوفوا حالي من طمري علي، المشاعر في غيابك داب فيها كل صوت، والليالي من عذابك عذبت فيني السكوت، وصرت خايف لا تجيني في لحظة يذبل فيها قلبي وكل أوراقي تموت، صرت خايف لا تجيني في لحظة يذبل فيها قلبي وكل أوراقي تموت.
شكرا ليك يا اسلام، نورتني. نور الله. عقبالي يا رب كل مره. يا رب. نعمل لك تعاقد معانا ان شاء الله. اعزائي المشاهدين هتوحشوني، لحد الحلقه الجايه طبعا. الى اللقاء.